وفي هذا الإطار أكد الرئيس السيسي ثقة مصر في نجاح الدولة العراقية في الوفاء باستحقاق الانتخابات المقررة في شهر أكتوبر المقبل. كما شدد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل للعراق في الاستحقاق الانتخابي ومساندتها لجميع جهود العراق لاستعادة دوره الاقليمي الفاعل واستقراره. نتمنى أيضا للدولة العراقية بل ونثق في نجاحها الكامل في الوفاء بالاستحقاق الانتخابي القادم. بما يلبي تطلعات الشعب العراقي في التقدم بخطى ثابته نحو المستقبل الذي يستحقه من هذا المنطلق تستمر مصر في مسانده ودعم الحكومه العراقيه في جميع جهودها الراميه لتحقيق استقرار العراق واستعاده مكانته التاريخيه ودوره العربي والاقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي